جيت الاخر اش دك دك القرايه كاع اش دك دك القرايه. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ صافا عليكم، كلشي مزيان؟ بلا ما نطول عليكم بلا والو، حاولوا ديروا عفاكم واحد لايك. اي واحد شاف الفيديو يدير لايك، كندوي مع الناس اللي كيتبعوا وكيبغوا يديروا لايك باش الفيديو يطلع. كتروا لي كومونتير، حطوا الراي ديالكم، النهايه ديالكم نقدر ناخذوها حنا كنصوروا. اي واحد عنده شي قصه باغي نحط النهايه ديال السلسله يدوز عندي الانستغرام، قول لي اخويا شنو دير شنو نقدر انفيتو، ماشي مشكل. يلا الخوت لي لايك لي كومونتير ديالكم، واللي عجبني اللي عجبتني في النهايه غنجاوبو في كومونتير، ويلا غادي تكون ان شاء الله باذن الله. كنتمنى القصه تعجبكم وبيس ليكم، كنبغيكم. دوزو عندي الانستغرام، راه كنحطو ستوريات زوينين. بيس، فرجه ممتعه. ما فين هاد كانت نقنق الحلوه بوحديتها؟ انا وليدي جيني هانا. مالك وليدي الزربان؟ يا ربي الحبيب. ايوا ولدي امين، عاود ليا اليوم شنو درتي في المدرسه؟ مام انا الاول في المدرسه. اوه انا درت. اش درتي؟ خرجت وجاوبت كل شيء صحيح. بارك الله. واحد البنت ما خرجت والو. ياك؟ وانا انا يا استاذ فرح بيا بزاف. الحمد لله. قال لي شي مرة خاصك تقرا مزيان، خاصك تقرا مزيان، تقول لي شي حاجة في المستقبل. اش بغيتي تكون في المستقبل؟ بوليس. نشد داك الشفار تعداو على الفقراء، خاطر نشدهم. بارك الله يا وليدي، من تعلمتي هادشي؟ أنا بقى صغيرة شفت بزاف في هاد المجتمع، من نكون عندنا حنا الفلوس ومبقاش نسرح هاد الغنم، ديما بابا شي يسرح لي في الغنم، وانا يا باقي صغير خاطني نقرا انايا بزاف، خاطني ندير لكم شي دار زوينه تكون فيلا، ونشري لكم الطوموبيل اللي بغيتو نشريها لكم. وانا يا ماما انا يا باقي صغير وفاهم كلشي. ما تقولش بحال هكاك امين، راه باقي انت باقي صغير وباقي ما عارف والو. بالعكس راه كلشي تزاد فقير، حتى شي واحد ما تزاد غني. الله بوحديتو اللي غني، ما عمرك تقول فحال هكا. وان شاء الله حتى حنا مازال نديرو لاباس، ومازال تكون عندنا دارنا، ومازال ما تبقاش تسرح الغنم مع باباك. ياك بابا ديما شي يضربني. اولدي غير قرا قرا قرا، انا هادشي اللي بغيت، بغيتك غير تقرا والله، غير قرا ولدي قرا، ان شاء الله تقرا وتكبر ليا وتولي بوليسي وتحقق كاع الاحلام ديالك والله. يا ربي فرجهم، ما تبقاش تفكر فحال هكا، فكر غير في قرايتك صافي. نبغيك تفكر غير في قرايتك، ما بغيك تفكر في حتى شي حاجه اخرى. امين، تقرا ودير وليدات صافي، ما تبقاش تفكر فحال هكا، ما تبقاش تفكر مي حاجه. مزيان عن القيت شي بوسي كاع. انا اللي هو في القاسم. اشنو؟ انا اللي هو في القاسم. هاكيني هكا هو سعدي، واجي انت الاول وتجي انت الاخر، اش دك دك القرايه كاع، اش دك دك القرايه؟ واش انا قلت لك سير القرايه؟ قلت لك سير تقرا؟ قلت لك شي حاجه؟ ها قراو حتى الناس الكبار، باقا تقرا انت؟ مخلي لي جوج بقرات تما وجوج معزات، ومخلي لي خمسه المعزات تما، انا شكون غيحريهم ليا؟ كون داهم شي واحد. واش انا نقراو بزاف ولا انا شي حاجه في المستقبل؟ وانت الراجل ما كتخوت على الدري، مالوش داير لك؟ دخل سوق راسك، دخل سوق راسك انت، ولا غنولي معاك شي حاجه ما كايناش. هو ما خصوش يقرا، ما خصوش يمشي للقرايه، القرايه شنو دارو كاع؟ راه مشي يتبع الغنم، الرسول صلى الله عليه وسلم راه كان سرح. كيفاش ما يقراش ويلي؟ وشنو دابا؟ واش هو السريح عيب؟ السريح الغنم عيب؟ والقراية؟ القراية عيب وسريح الغنم ما عيبش. شوف بقيت تمشي ديك القراية هرس لوالديك رجليك. علاش غتكلم معايا ديما هادشي؟ ياك امين سير. شي قراية في المصلات ولا كرد على باه؟ هادي القراية شنو كدير؟ وما تنفرقع هاد الرمانة. إلا ما سكتيش هاد الرمانة فرقع. بسالة ديال والو، أنا ما تنعرف لا والد والو، أنا أنت عارف داكشي اللي بيني وبينك، هاد الولد اللي فكرت هو ديالي، ما هو بلا ما نقول عليه بزاف. ديما ديما داير لي هاد الحاله، ديما فكرني في الماضي ديالي، ديما 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 فيما نوض شي صداع تفكرني في الماضي ديالي. مالي شنو دايره لك؟ حيت انت ما بغيتيش تجي في جهتك، كتجي جهه ولدك، حيت ولدك هو اللي عندك انت، مع شنو والده؟ عبد الله راه الدري باقي صغير، وخاصو يقرا، وخاصو المستقبل، وخاصو يبني مستقبل. واش غيبقى مقابل لك البهيمات ديالك انت؟ لا هو المستقبل ما كاينش بحالي، انا هو المستقبل. الا ما انا راه غير كبرتي عيوما يلقى خدمه، غيجي عندنا يسرح الغنم. الغنم دابا راه ولاو عندو السيفي.
مزيان هادشي اللي كدير فيه ما غيسلكك لا انت لا انا. شوف انا مابقاش غنفر كاع هاد الرمان هادشي راه ما طلع لي في راسي انا عيقتي انت وباك ولا ما عتد ولدك هذا شناهو درت شي معاه ديما ما نددني بالدري ديما ما ندري شنو دار ليك دموع التماسيح نتوما العياج هكا دايرين الله يخليها سلعة فين ما نضرب معاك قول لي دموع التماسيح فين ما نضربو ديما مفكرني في الماضي ديالي مالي شنو دايرة يا ربي دير لي شي تاوي ديال الخير يا ربي يا ربي راني عايز بارك عليا من هادشي والله ديما الحقرة ديما الظلم ديما التعدو هادشي راه بزاف كنت مقصع من شي حاجة يا ريت فرقع انا هاد الولد اللي ماشي ولدي ليش غنبقى انا كاع مبرزط راسي انا ليش غنبقى مصدع راسي معاه ليش مالك اخويا ديما داير لي هاد الحاله مالك بغيت غنفهم فين ما كنتخاصموا على ابسط حاجه كدير لي هاد الشو كتفكرني في الماضي ديالي كتجبد لي الماضي ديالي كامل شوفي انا هربت عليك من لي وجيتي جابعاني علاش جابعاني علاش نمشي حيت كتلعبي مع وشان زعما هذاك راه ولدك انت ماشي ولدي انا وزعما كتقولي ما تمشي علاش كتحرشي عليه كتقولي ما تسرحش مع بوك علاش عبدي له الدري راه خاصو يقابل قرايته قرايته القرايش غيطفروا انا عندي الشهاده شنو درت بها خليه ولي سراح باش ما يفهمش نهار كبير غيقول لك امي علاش ما درتي ليا وعلاش ما عطى ما عيطينيش معاه مع بو وعلاش كدا غيبقى يتفهم عليك لا امي خليه يسرح ما يفهم والو اه والسرحه واش عيب الرسول صلى الله عليه وسلم كنسرح علاش نبقاو نقولوا لا حول ولا قوه الا بالله انا داك الولد غنربي علاش خويا هاد الهضره هادي ما كانتش في قبل علاش نهار جيتي لدارنا ما كنتيش كتقول لي هادشي كنتي كتقول لي انا قابل بيه وغادي نسترك وغادي نتزوجوا وغنعيشوا واحد الحياه سعيده وجاي معيشني في براكه وقابله عليك عبدي الله قابله على الجوع والقهره كنتي كتقسمني بالجوع انا والدري وصبرت معاك وما قلتش قلت ما قلتش شي كلمه ديال العيب ومازال الان صابره ودابا كتجي تقول لي هاد الهضره شوفي داك الولد انا ماشي ولدي انت راك عارفه هادشي قلتها لك قلت لك غنديرو بحال ولدي اه ولكن هذا اللي في كرشك اه ولدي انا هذا هو اللي خصني نكبر بيه ونقريه هذاك ماشي ولد ونقريه واش شي مريضه ولا شي لابس خصو يولي سراح باش يولي باش ولاد زاد هذا الولد هذا غادي يشوفوا بلي راه كدا وغياخذ قدوه من خوه ماشي حنا نبقاو حنا نجيو نرجعوا اللور اه كوشر واش هادشي ما لا حول ولا قوه هذاك الولد غنربيه قلت لك غادي نربيه انا غادي نربيه عبد الله فرق عليك الدري الله يرحم بها الوالدين فرق لك الدري خلي الدري يقرا كيفاش هذا يقرا وهذاك ما يقراش ها ولا حيت هذا من دمك ولا حمك هذاك لا لا ولا ولا قوت عبد الله فكر اليوم الدنيا وغدا الاخره سمعني نقول لك واحد القضيه بغيت نسولك واحد السؤال واش 2020 بحال 2015 هي راه بحال في الارقام ولكن في الايام ماشي بحال دونك هنا خصك تفهم دابا كانت هضره ودابا هضره لا ما نقولوها بزاف علاش اخويا انا ما تبدلتش في هضرتي وما تبدل ما قلت لك لا دير لي طياره لا حتى شي حاجه علاش انا ما تبدلتش وانت تبدلتي في هضرتك انا ما تبدلتش ولكن الرمانه اليوم غادي نفرقعها كيفاش الرمانه غتفرقع اليوم ماما مخبي علي شي حاجه لا ولدي امي ما مخبي عليك والو كيف تما الرمانه لا ما كاين والو ولدي بابا قول لي انت انت خاطرك تقول لي دابا 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 انا نقول لك ها انت اش نقول لك قول لي كيفاش الرمان انا انت اش عاجبك قلت لك خليه يولي سرح دابا كون كان سرح ما غيفهمش ني الرمان وما غيفهمش في هادشي كاع غيدخل بحال شي يبي بحال شي مسطي انت كتقول لي قرا 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 يلا 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 اه ولا كيفهم في الرمانه ولا باغي يعرف هو في الحاله الزوجيه ولا دخل بزاف ديال الحوايج شي عيا قالك فين وصلاش يلا وري كيفاش الرمانه كتفرقع وكتفرق على بنادم فين ما نهضر معاك حد راسك وزيدو خلي لي الدري امين ولدي راه ما كاين والو اجي عند ماماك قولي لي اش كاين ما كاين والو ولدي اجي عندي قولي لي لا ما كاين والو امين اجي عندي قولي لي دابا دابا لا ما كاين والو امين قلت لك ما كاين حتى شي حاجه اجي انت باقي صغير على هادشي امين اجي لهنا يا ربي شنو درت في حياتي علاش سيدي ربي كتجازيني بحال هكا علاش عييت عييت والله تعييت كندير غير الخير ما عمرني اديت شي واحد علاش راجل غيبقى يهضر معايا بحال هكا ودي ما كيجبد لي هادشي علاش يا ربي راني عييت يا ربي عافاك عوضني عوضني سيدي ربي عافاك كنطرج بك كنطلبك كنطرجك سيدي ربي لما عوضني
يا ربي راني تقهرت والله، حتى تقهرت صافي يا دحتي والله.